رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية. رح نبدأ مع الفنانة العالمية داليدا يلي عانت من مرض الاكتئاب. رح بتكون ذكراها حاضرة بأمسية تكريمية لها للتوعية من هالمرض، والموعد نهار الجمعة 10 تشرين الثاني الساعة 8 المساء بمركز الصفد الثقافي بطرابلس. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi منتابع بعشرين تشرين الثاني بتصادف الذكرى المئوية لوعد بلفور، وبهالنهار بيدعي مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية الجنا لحضور أمسية فنية بالقراءات الفلسطينية مع الفنانة المسرحية نضال الأشقر بعنوان جذور عصية الاقتلاع، وبيصادف الموعد الخميس 2 تشرين الثاني 8 المساء على مسرح المدينة. بلفتة إنسانية بتدعي حركة فرسان العذراء بالبترون للمشاركة بنشاط بيهدف لمساعدة الناس المحتاجة. الكل مدعو أنه يشارك بهيدا النهار، أكل، تياب، ألعاب وغيرها من الأمور يلي إذا أنتم منكم بحاجة لها أكيد في ناس عايزتها وبشكل أساسي بحياتها. الموعد نهار السبت 12 تشرين الثاني ساحة كاتدرائية مرقس أصفين بالبترون. وين رايحة؟ رايحة أخدي هالكم غرض بعضهم منيح، في كتير ناس بحاجة لهم. شوبالو لعبتي المفضلة من أنا وصغير، بعدها حلوة بليز اهتمي لي فيها. عندها كم غرض زغروا علي بعض منيح، خلي غيري يستفيد منهم. لقونا ب 12 تشرين الثاني هون بساحة مرقس أصفين، الفرسان عاملين حملة كثير حلوة، اللي بيفضل عنكم بالبيت، كل شيء مش عايزينه. بننتقل إلى المحطات الفنية، عدة مواعيد بيعطينا إياها البلونوت بالكافيه، وأقربهم نهار الخميس ب 2 الشهر مع فرقة وحدن وديالا وإلي براك، أما الجمعة 3 تشرين الثاني منال ملاط بأمسية منوعة بين السول البوب والجاز، هلا بنسمع فرقة وحدن. من الموسيقى إلى الأعمال المسرحية، عمل مسرح جديد بيحمل عنوان هالقد رخيص من إخراج وبطولة رين صعب. عروضه رح تمتد من 2 تشرين الثاني لغاية 5 تشرين الثاني 8:30 المساء على مسرح تياترو فيردا. بأخبارنا أيضا وبالعودة إلى الأجواء الموسيقية، فرقة أومي بتحتفل بإطلاق ألبومها الجديد يلي بيحمل عنوان Imaginary Dance يلي مزجوا فيه بين الكلاسيك والجاز، وموعد إطلاق السيدي 4/21 الأول 8 المساء بجامعة الأيوبي.
أخبارنا كمان بيدعي مركز التراث اللبناني بالجامعة اللبنانية الأمريكية للمشاركة بإطلاق أحدث منشوراته بالطبعة العربية، وهو كتاب بعنوان متحجرات لبنان ذاكرة الزمن، كتاب عن ملايين المتحجرات المحفوظة من سنوات طويلة. رح بيتم إطلاق الكتاب بمتحف ميم للمعدنيات نهار الخميس 22/2 12 الظهر بجامعة القديس يوسف طريق الشام. بنروح إلى عروض الأفلام اليوم التنين، ومثل كل نهار تنين جامعة الأنديو بزوق مصبح مع مؤسسة أميل شاهين بيدعو لحضور فيلم جديد، واليوم بعنوان The King of Comedy، إنتاج عام 1982، إخراج مارتن سكورسيزي، تمثيل جاري لويس وروبرت دينيرو. الموعد إذن اليوم الساعة 7 المساء بجامعة الأنديو بزوق مصبح، والدخول مجاني. Leave him alone, they're beautiful. I remember a man said, listen to me. A man said something very profound some years ago, which I later originated. If it ain't broke, don't fix it. Now, you want to know how I know it's so good? Yes. ليبان جاز والميوزيكول بيقدموا أمسية فنية مع ضافر يوسف، وموعدها الأحد 19 الشهر 19 تشرين الثاني، يعني الساعة 9 المساء بالميوزيكول. برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وبقيادة المايسترو أندريه الحاج، الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بتقدم أمسية موسيقية نهار الجمعة 23/2 الساعة 8:30 المساء بكنيسة مار يوسف بالأشرفية. ومن بعد ما أبصر النور الطابع البريدي الخاص بالفنان الراحل نصري شمس الدين وأصبح متداول بالأسواق، عائلة نصري شمس الدين مع مركز كامل جابر الثقافي الاجتماعي بيدعو للمشاركة بإطلاق مغلف خاص وبطاقة ماكسي كارد رح يحملوا الطابع مع ختم خاص لصورة نصري، وذلك نهار السبت 18 تشرين الثاني بمركز كامل جابر بالنبطية ضمن احتفال رح يتضمن عدة نشاطات. ومع الفنان الراحل نصري شمس الدين بنكون ختمنا جولتنا على الاخبار الثقافيه والفنيه. رح نرجع لعند جوال ونشوف اكثر عن احوال الطرقات مع اول شتوه فعليه عندنا. يلا بنشوف. معنا المشغل ليلى بكي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. يعني اليوم كوارث يمكن على الطرقات هلأ مع أول شتوى مثل ما قال جوال. في عجقة سير كتير ومأثر كتير الشتاء كمان. أنا حركة مرور كثيفة، نبلش من المدخل الجنوبي، نبلش من المدينة الرياضية، بتكمل باتجاه جسر الكولا، من جسر الكولا باتجاه النفق وصولنا إلى الوسط حركة مرور كثيفة جدا. أما المدخل الشرقي عنا حركة مرور ناشطة من اليرزة، بتكمل باتجاه الصياد حركة مرور ناشطة، تضغط عنا سير من البيجو كارانتينا باتجاه أوتوستراد الدورة. أما المكمل باتجاه جسر العدلية باتجاه الأشرفية بتصير حركة مرور كثيفة جدا. أما اللي طالع من جسر برج حمود باتجاه الأشرفية ساسين وباتجاه التباريس حركة مرور كثيفة كمان. عنا حركة مرور كثيفة من البربير باتجاه جامع عبد الناصر وصولا إلى كورنيش المزرعة حركة مرور كثيفة، والمكمل مثل ما قلنا من جسر برج حمود باتجاه الحكمة الأشرفية وصولا إلى برج الغزال حركة مرور كثيفة كمان. عنا حركة مرور كثيفة من تقاطع برج المور باتجاه شارع الحمراء، وعنا حركة مرور ناشطة من عين المريسة باتجاه حمام العسكري وصولا إلى الروشة.
عنا حركة مرور كثيفة من جونية باتجاه نهر الكلب وصولا إلى أنتلياس، بتكمل باتجاه نهر الموت حتى نوصل على الكارانتينا حركة مرور كثيفة، من الكارانتينا باتجاه شارع الحلو وصولا إلى الصيفة الوسط بيضغط عنا حركة مرور كثيفة بتصير على الوسط التجاري. أما حوادث سير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية، من حوادث للأسف قتيلين وتسع جرحى. مخالفات السرعة 1426 مخالفة. أوف، نسبة مرتفعة اليوم، يمكن لأنه كمان كنا بويك أند العالم كمان شوي. معك حق، كمان بويك أند. أوكي، طيب يعطيك ألف عافية. تفضل، بتحب بعد تذكر بشيء؟ للاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال 1720 تويتر @MC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. أوكي، يعطيك ألف عافية، بكرة بنحكيكم. ميرسي. بريك جديد بحلقتنا وبنرجع.